إذن بداية، شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن المفتاح لدحر القوات الروسية يكمن في سرعة وفي كمية حصول بلاده على هذه الدبابات الثقيلة. إلى أي حد ستشكل هذه الدبابات الفارق على الميدان؟ وإلى أي حد ستشكل خطرا على الجانب الروسي؟ واقعا هي بروباغندا أكثر من منها واقعية. يعني بناء على كل الحديث والرؤية لخبراء استراتيجيين عسكريين يؤكدون أن هذه الدبابات، وهو أيضا المنطق يقول كذلك، أن هذه الدبابات لن تقدم ولا تؤخر في موازين القوة في شيء، خاصة أنه حرق أكثر من 4000 دبابة حتى الآن للجيش الأوكراني. يعني خلال أشهر معدودة أكثر من 4000 دبابة يعني دمرت تدمير كامل من قبل الجيش الروسي. إذا ماذا يعني أن ترسل 40 دبابة أو 50 دبابة أو حتى 500 دبابة في فترة يعني تحتاج إلى وقت كثير، وهذا أيضا يحتاج إلى تدريب. نعم، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تقنية عالية، يحتاج إلى أيضا تواصل، يعني بمعنى إمداد عسكري. يعني هذه الدبابات إذا أرسلت، هل سيرسل خلفها مباشرة مخازن من القذائف مثلا لهذه الدبابات؟ هل الصيانة لهذه الدبابات سيكون جاهزا وقاطعا على الأرض مباشرة أو في منطقة كييف مثلا؟ كل هذه التساؤلات تضع علامات استفهام كثيرة. الموضوع كل ما في الأمر هو بروباغندا إعلامية كبيرة. ثانيا، هي إطالة أمد الحرب لا أكثر ولا أقل. أما حتى تغير من واقع الأمر فهذا أمر مستبعد كثيرا، بل يعني حتى أنه متوقع أن تضرب هذه الدبابات قبل وصولها، لأن العديد من الإمدادات العسكرية التي كانت ذاهبة باتجاه الجبهات كانت تضرب وتحرق قبل وصولها إلى الجبهة. الألمان أجبروا على إرسال ليوبارد 2 بعد ضغط أمريكي كبير وبعد ضغط من بعض الدول بحلف الناتو، لكن اشترطوا الألمان أن لا يرسلوا هذه الدبابات إلا بمشاركة الأمريكيين بإمبرامز 1، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه أصبح صراع في داخل الحلف الواحد، يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حلف الناتو، من يقدم أولا ومن يؤخر ثانيا، ونوعية الدبابات التي أرسلت أو ستُرسل، كل هذه المسائل. يعني كيف اليوم يتم تدبير هذا الصراع وهذه الخلافات الداخلية بين أعضاء الحلف الواحد؟ يعني هل ترون أن المشاكل التي يعيشها الحلف قادرة على أن يتم رأب صدعها، أو هذه المشاكل يمكن أن تحل بشكل سريع وبالتالي التجاوب مع الإمدادات العسكرية الأوكرانية في الوقت وبالشكل المطلوب؟ أنا لا أعتقد، بل بالعكس هنالك تشققات أكثر في المواقف، يعني هنالك يعني تضارب بالمواقف على صعيد كبير ويزداد يوما بعد يوم، وخاصة أن الروس قالوا وهددوا أن هذه المساعدات وهذا الدعم العسكري أنه ربما يذهب بهم إلى حرب عالمية، حرب نووية، خاصة أنه كلما قدموا مساعدات إلى كييف يخرج السيد زيلينسكي ليطالب بالمزيد والمزيد والمزيد. يعني هو بئر لن يمتلئ أبدا، وكأنه الآن بدأ يطالب بالطائرات ومقاتلة وصواريخ بعيدة المدى. هل سيستجيب لها الحلف الناتو؟ هل سيستجيب لها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لهذه المطالب يعني دخلنا في حرب عالمية. هل هم قادرون؟ هل هم مستعدون لهذه الحرب؟ حتى في الدبابات، موضوع الدبابات، عندما وافقت ألمانيا لإرسال هذه الدبابات من بولندا ومن بعض الدول ومن ألمانيا ذاتها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيرسلون الدبابات الأمريكية لكن يحتاج إلى شهور وربما إلى سنة. يعني بمعنى آخر هم كذبوا على الأوروبيين أن نحن سنرسل لكن أرسلوا أنتم أولا، يريدون يعني جعل أو تدخيل أوروبا في حرب طويلة الأمد مع الروس، وهم سيتفرجون من الخارج ويستفيدون ببيع هذه الدبابات وهذه المعدات العسكرية. طيب، للأوروبيين. يعني هذه كل ما في المسألة أكثر منها تجارية أكثر منها فعلا على الأرض أن تغير في واقع الأمر في شيء. طيب، سنعود التفصيل في هذه النقطة يعني بشكل أكثر أو أكبر في وقت لاحق من البرنامج.